اهلا بحضراتكم مره تانية. ايهاب، خلينا نتكلم على البطوله. شفت البطوله ازاي؟ وخلاص دور المجموعات خلاص في نهاياته، وشايف اجمالي البطوله لغايه دلوقتي ازاي؟ لو بدانا كابتن هاني نتكلم عن اليورو 2024 الموسم ده، يعني في النسخه دي طبعا بتستضيف المانيا للمره الثالثه في تاريخها. المنتخبات القويه هي حتى الان، ما فيش منتخب ما يعني نقدرش نقول في حصان اسود ظهر. المنتخبات القوية هي اللي فرضت كلمتها، هي اللي ظهر على الساحة. منتخب ألمانيا بيقدم أداء قوي ومقنع قدام جماهير، رغم أن أنا برضو بقول أنه هو ما قابلش فرقة قوية جدا. الفرقة القوية نسبيا هي سويسرا اللي قابلها، لأن سويسرا بقالها كذا سنة في كاس العالم أو في اليورو، من المنتخبات اللي بتقدم أداء راقي جدا وبتقدر تعمل عروض كويسة، بجانب أن تاريخ مواجهاتها مع ألمانيا أساسا دائما بتبقى بتعمل لهم مشاكل. والحقيقه كان مباراه كانت صعبه جدا على المانيا، دايما هي ند قوي ومنافس قوي لالمانيا عبر تاريخ مواجهتهم. فمنتخب المانيا ظاهر بصوره جيده حتى الان. منتخب فرنسا قدر برضو في غياب نجمه الكبير امبابي في المباراه الثانيه انه يقف قدام اقوى عقبه قدامه في المجموعه ويخرج بتعادل. منتخب هولندا المنتخب القوي والمنتخب اللي بيقدم برضو اداء مميز جدا في الفترات الاخيره مع كومان بمجموعه من اللعيبه المميزه جدا. منتخب فرنسا برضو منتخب انا شايفه بيقدم حتى الان الصوره اللي ممكن تقول ان الديوك ممكن تواصل المشوار في البطوله دي. منتخب اسبانيا خلافا للتوقعات الكثيره قبل البطوله، البعض ما كانش حاطه قوي في دايره الترشيحات لصغر اللاعبين، مجموعة اللاعبين الصغيرة اللي ضمهم لويس دي ليفونتي المدير الفني الجديد للفرقة اللي عامل برضو أداء مميز جدا ولافت. وبقول لك كابتن هاني إن أنا متوقع إن منتخب أسبانيا الوحيد في الدور الأول اللي هيقدر يعمل ثلاث انتصارات ويحصد ثلاث نقاط حتى الآن. على مستوى الترشيحات كان الناس كلها راحة طبعا منتخب إنجلترا. منتخب إنجلترا عنده نجوم كبيرة جدا، أسماء كبيرة جدا، والناس شايفة ان ساوث جيت هو يمكن الحلقة الأضعف في منتخب انجلترا. قبل اليورو ما يبدأ هو نفسه قال ان دي قد تكون المحطة الأخيرة ان لم افز بهذه البطولة. انت عارف البطولة اللي فاتت طبعا وخسرها بضربات الجزاء، وشايف اداؤه ازاي من خلال الماتشين اللي لعبهم؟ يعني انا بتفق معاك كابتن هاني ومع الاراء. انا شايف جاريث ساوث جيت مدرب يعني حريص، مش هقول جبان، حريص بعض الشيء، غير مغامر هجوميا، عنده أوراق هجومية قد تكون الأفضل بين المنتخبات المشاركة والأفضل في أوروبا حاليا. يعني مجموعة الأسماء الكبيرة جدا الموجودة، العالم كله بيتغنى الموسم ده بجود بيلينجهام واللي عامله في ريال مدريد واللي عامله في الدوري الإسباني. عندك لعيب عالي جدا جود بيلينجهام، عندك ثلاثي هجومي قدامه ليروي ساني وسوري هاري كين وبوكويو ساكا، لعيبه قويه جدا في التشكيله. يعني انت ما عندكش وفيل فودين طبعا مانشستر سيتي الثلاثي المرعب بس ده. حاجه يعني فنيا كده فودين ما كانش متوظف او يعني ما كانش شغال بالشكل اللي بنشوفه مع المان سيتي. في بعض البوزيشن كده هو مش قادر يحط اللعيبه في اماكن مميزه او الاماكن اللي تطلع اكتر قدرات اللعيبه. بالرغم عن كده زي ما انت شايف يمكن ده يمكن الراتب السنوي لكل المدربين في اليورو، ويتصدر جاريث ساوث جيت هذه القائمه ب 4.9، يعني بتتكلم في 4 تقريبا 5 مليون باوند في السنه. هنبص كده هنلاقي يعني الحقيقه كمان ارقام مراديا كين مثلا بياخد 1.4 ومقدم من كاس العالم لغايه دلوقتي طبعا مع منتخب سويسرا بيقدم شكل اكتر من رائع. بنلاقي كومان بياخد 2.5، بنلاقي بقى كمان بعض المنتخبات زي المنتخب مثلا بنتكلم على لافوينتي طبعا ده مدرب منتخب الاسباني بياخد مليون باوند في السنه. لكن عايز اقول لك حتى على مستوى المدربين من الواضح جدا ان المنتخب الانجليزي سيعاني حتى في الادوار اللي جايه، يعني زي ما انت بتقول كده الادوار اللي جايه قد تكون صعبه جدا على المنتخب الانجليزي. هو كابتن هو يعني هو زي ما بقول حضرتك جاريث ساوث جيت رجل مثير للجدل. يعني انت دايما حضرتك مدرب وراجل لعيب كوره ودربت وعارف القصه دي. لوك شو مثلا اختياره في القائمه شيء غريب جدا يثير التساؤلات، وهجوم في انجلترا كبير عليه، طبعا مدافع فريق مانشستر يونايتد واللي دخل التدريبات على فكره النهارده لاول مره مع الفرقه. اللعيب ده مصاب من امتى يا كابتن؟ من فبراير، يعني بقاله حوالي يعني دلوقتي بنتكلم في اربع خمس شهور اربع خمس شهور ما بيلعبش كوره.
بره الفرقه، كان عنده اصابه كبيره على مستوى اربطه الركبه، وجه ضمه هو، وكانت مفاجاه انه ضمه للقايمه، والنهارده دخل تدريبات، واحتمال كبير انه يقولوا انه يلعب بيه ماتش سلوفينيا. ماتش سلوفينيا اللي هو هيبقى ماتش بنسبه كبيره جدا حاسم لشكل منتخب انجلترا والتوقعات الجماهير ايه اللي هتعمله في البطوله، لان هم طبعا الفرقه احنا عارفين ان هم كسبوا بصعوبه الماتش الاول ليهم مع صربيا بهدف، وبعدين اتعادلوا الماتش الثاني عندهم اربع نقاط، فرصتهم كبيره في التاهل اي نعم، ولكن مش هي دي الشكل العام اللي عاجب جماهير انجلترا. جماهير انجلترا زي ما حضرتك قلت بصت للفرقه دي على مستوى الاسماء، لما بتيجي تمسك فريق كده وتقول هنا مين وهنا مين وهنا مين وهنا مين، فعلى مستوى الاسماء والنجوم فرقه انجلترا من اقوى الاسكواد في البطوله. ده حقيقي، فرقه قويه جدا، فالعروض اللي بيقدمها لا مش هي دي العروض اللي منتظراها الجماهير. توظيف اللعيبه واخد شكل مختلف، الشكل العام، الشكل الاداء، مش هو تقول هو ده المنتخب الانجليزي بالاسماء دي اللي ممكن جدا يكون انتاجه اكتر من كده بكتير. طيب في لغايه دلوقتي في لعيب لفت نظرك؟ يعني في هل في لعيب او اتنين من خلال رؤيتك للبطوله لغايه دلوقتي لفت نظرك بشكل كبير؟ لفت نظري بشكل كبير اللعيبه الشباب في تشكيله منتخب اسبانيا، لامين يامال او امين لامال زي ما بيقولوا، لامين او امين، اللاعب ذو الاصول الافريقيه اللي بيقدم عروض قويه جدا وعمل رقم قياسي انه بقى اصغر لاعب في تاريخ كاس الامم الاوروبيه كلها يسجل هدف. برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز مقدمين اداء راقي جدا في وسط ملعب والجناح لمنتخب البرتغال، ومعهم طبعا القائد كريستيانو رونالدو. يعني لو انا قلت لعيبه، كريستيانو رونالدو في سن 39 سنه لازال من ابرز وافضل اللعيبه في البطوله. من 16 سنه بتتكلم على لاعب 16 سنه، واحنا شايفين بيبي طبعا قائد المنتخب او نجم المنتخب البرتغالي بسن 41 سنه. 41 دول اكبر لاعب في البطوله واصغر لاعب في البطوله، لكن كل الناس بتتكلم على مين ان هو الحقيقه بعض الناس بدات تتكلم ان هو ميسي القادم، هل انت شايف في ده؟ يعني هل المبالغه وصلت لكده؟ انا شايف ان ميسي يعني مش هيكرر تاني بشكل او باخر. بالظبط. لكن الناس كل يعني بتتكلم على نجوم كبار وخبراء في كره القدم العالميه بيقولوا لامين هيكون خلال الثلاث سنين الجايه واحد من اعظم لعيبه الكوره على مستوى العالم. هي بدايه قويه جدا، ولكن هل يستمر زي ما حضرتك قلت؟ هل ميسي، هل نشوفه ميسي؟ هو لعيب بادئ بدايه قويه جدا جدا، حتى مع بارسا الاداء بتاعه والرهان عليه وبقى هو عنصر اساسي في هجومهم، ولكن الاستمراريه، النجاح لاي لاعب يا كابتن اي لاعب كوره هو الاستمراريه، هل انت هتستمر على كده؟ هو حتى الان نجم الشباك او فتى الشباك للمنتخب الاسباني، ومعاه طبعا اللاعب اللي يعني مفاجاه كبيره جدا نيكو ويليامز اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه في الاخبار وعليه ليه عروض كتير، برضه لعيب من اصول افريقيه، ام واب من غانا الاثنين، وطبعا نشأ في اسبانيا ونجم فرقه اتلتيكو مدريد، طبعا من ابرز لعيبه البطوله برضو في الدور الاول، ومعاهم النجم الكبير او المعلم بتاع نص الملعب رودري. رودري بيقدم اداء راقي جدا مع المنتخب الاسباني، قعدته مع مانشستر سيتي، انا شايف ان منتخب اسبانيا من المنتخبات اللي ظهرت بصوره قويه جدا قويه جدا حتى الان. غير متوقعه بالنسبه لك ان المنتخب الاسباني يظهر بهذه الصوره؟ خاصه منتخب ايطاليا كمان في المباراه اللي فاتت، يعني كسبوا واحد اي نعم، ولكن كانوا هم الطرف الافضل طوال المباراه، واهدروا اكتر من فرصه ثانيه انهم يزيدوا الغله التهديفيه في المباراه، يعني كان منتخب قوي. منتخب اسبانيا ممكن بعد حضرتك ما تشوف ماتشين ثلاثه كده في البطوله، هو لعب ماتشين خد الست بوينت وهياخد الثلاث بوينت النهارده. اسبانيا هتلاعب البانيا، مباراه البانيا اسهل مباراه اعتقد ليهم في المجموعه، هم عندهم خلاص كسبوا ايطاليا وكرواتيا، فدي اسهل مباراه ليهم، واعتقد هياخدوا الثلاث نقاط. تأهلوا طبعا من الفرق اللي تأهلت رسميا للدور ال 16. تأهلوا رسميا من الدور اللي فات. ما هي البطوله يا كابتن برضو، البطوله دي عشان الناس تفهم من نظام التأهل فيها، البطوله ست مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، فبياخدوا الاول والثاني في كل مجموعه، يبقى كده في سته عندنا 12 فرقه، وبقيه دور ال 16 بياخدوا افضل اربع توالد، فعندنا اربع فرق من افضل اربع توالد بيتأهلوا للدور الثاني. طيب معك فرصة قدامنا كل المجموعات الست كده، وحدي معاك مجموعة وتقول لي الأول والتاني يعني شايفهم ازاي. والمجموعة متهيألي المجموعة الأولى إن المنتخب الاسكتلندي خسر امبارح والمجر هي اللي كسبت 1-0. ألمانيا صعدت رسميا، هي وسويسرا دي طبعا قبل المباراة أو قبل مباريات امبارح في المجموعة الأولى. ألمانيا تعادلت مع
سويسرا، فبقى ألمانيا عندها 7 نقاط وسويسرا عندها 5 نقاط تأهلوا رسميا. اسكتلندا كان عندها نقطة بتلعب المجر اللي ما كانش عندها ولا نقطة، وقدر المنتخب المجري في اللحظات الأخيرة يكسب 1-0. الصورة دي قبل الجولة الثالثة. فالمجموعة الأولى بقى المنتخب المجري عنده 3 نقاط وعنده أمل للصعود للدور الثاني وخروج المنتخب.